أسأل الله إما أن يكتب لنا السنة الآتية لقاء على ما يرضيه أو أن تكون على الإيمان. وبتقولوا رحمة الله عليه والسلام عليكم ورحمة الله. المرحلة الثانية من حياة الراحل الشيخ علي الطنطاوي يحكي عن حياته في السعودية، عن حزنه الكبير، عن تعاملاته وصفاته وشهادات من عاشوا معه. اللقاء من الصفر، الليلة 8 بتوقيت السعودية على MBC 1.